جاني شخص ما اعرفه يعمل في الاتحاد، يعني شخص مو ما عنده يعني ما مو عضو مكتب تنفيذي ولا انه، لكنه شخص في الاتحاد جاني قال لي اكو تثنيه ب 10,000 دولار تاخذها. فانا ضحكت، فحتى جاوبته قلت له روح بابا روح. فهو شاف انه يعني البادي لانجوج او تغيرت ملامحي وبينت انه انا شويه ضايقت جدا. راح بعد قبل لا تنسد باب الترشيح، قبل لا ينسد يمكن بساعه بساعه ونص، جاني وقال لي كابتن وصلت ب 20,000 دولار، اخذها على مود تدخل، قبل احنا نصل نريدك 30. تدخل ونريدك كذا ونريدك كذا. ايوه فاني جاوبت جواب واحد، وكان الاخ والصديق وياي زياد شامل كان موجود وياي في اتحاد كره قدم، جاوبت جواب واحد قلت له ما راح اختلف عن اللي قبلي، راح يصير حالي من حالهم، انباع وانشر واشتري ناس وادفع رشاوي وادفع هذا، انا مو من هذا، هذا مو ثوبي، روح الله يسهل لك والله يسلمك.